جائزة التميز للمرأة المغربية احتفاء بتألق النساء وطاقاتهن الإبداعية، محور الدورة التاسعة التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي والشمول المالي في المشاريع التي تقدمت بها التعاونيات النسوية المشاركة من مختلف جهات المملكة. الذكاء الاصطناعي لأنه يمثل اليوم مغير للعبة، الذكاء الاصطناعي يساهم التنمية المستدامة لجميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ثلاثة جوائز تم تقديمها في إطار الأثر والاهتمام بالكفاءة النسائية والروح التنافسية للتفوق في مجال الشغل بأسلوب مبتكر يثمن دور التكنولوجيا الرقمية. المركز الأول كان من نصيب تعاونية جوري تطوان لتثمين الأعشاب الطبية والعطرية والتي تميزت بالتمكن من الذكاء الاصطناعي في الحوسبة. جائزة ماشي غير تعاونية جوري، جائزة للإقليم ديال تطوان كامل وخصوصا جامعة الحمراء ودوار أشكرد. هذه الجائزة ديال النساء التعاونية جوري والنساء ديال دوار أشكرد بالخصوص، هذا عطينا واحد التحفيز للأمام بزاف، لأن حنايا كما كنقولوا حنا في واحد الدوار اللي جينا بعيد على المنطقة الحضارية، وهذه الجائزة هذه غتخلينا أننا نزيدوا في الإنتاج ديالنا وفي التطورات ديالنا، وغتعطينا واحد كما كنقولوا حنايا واحد الدفعة الكثيرة. المركز الثاني كان من نصيب جهة درعة فلالت التي تميزت برقمنة خدمات الزبناء واستخدام التكنولوجيا. جائزة التميز اللي كتهضر على لو تيم ديال الشمول المالي والذكاء الاصطناعي اللي مهمين في التمكين السوسيو اقتصادي للنساء، خاصة النساء القرويات اللي كيخدموا على تثمين المنتوجات المحلية باش يضمنوا واحد المدخول يكون دائم. فيما عاد المركز الثالث لجهة سوس ماسة التي قدمت الحرف اليدوية وعملت على تعزيز الموروث الثقافي الأمازيغي من خلال تصميم الأزياء وتطريز يجمع البصمة التقليدية والعصرية. هذه الجائزة اللي كتبين الخدمة ديال النساء المغربيات وأيضا النساء القرويات اللي تبارك الله عليهم مبدعات في المجالات ديالهم. هذه الدورة عرفت أيضا تكريم مجموعة من النساء العربيات في مجال السياسة والرياضة والفن، ترسيخا لمكانة النساء المستثمرات في مجالات واعدة على الصعيد الوطني والدولي وتحقيق التغيير الإيجابي ومكافحة التمييز والصور النمطية.